اعداد الافلام اللي تقدم في رمضان من الناحيه المبدئيه هي مناسباتيه، وبالتالي لا تحمل مضمون جاد، هي مواضيع سطحيه تعتمد على الفكاهه من اجل التسليه، لا تخدم الفكر، يعني لا تخدم الثقافه ولا تخدم حتى السينما بمعناها الاكاديمي العلمي المعروف. لذلك فكل البرامج التي تقدم في شهر رمضان هي مناسباتية سطحية فكاهية لا علاقة لها لا بطريقة أو بأخرى مع الفن السينمائي الأصيل الذي يعني تعود عليه الشعب الجزائري منذ السبعينات من خلال أفلام طورية وغيرها. لذلك أقول أنه كاين يعني مجموعات تلتقي من أجل مصالح معينة، تتقاسم بعض الريع لبعض تجار الصورة والابتسامة الزائفة، ومنه نقضي نحن أيام داخل تعاسة ولا رداءة ثقافية.